مش الفيشة دي. ايه ده؟ دي بتكلم فؤاد. عايز ايه يا ابني؟ تعال حطلي فيشة البوتاجاز. لا يا ابا، فيشة البوتاجاز ايه؟ البوتاجاز ده اخر مرة فرع في ابوك وفرع في امك وفرع في ستك. ايه يا عم، انت عايزني اموت انا كمان ولا ايه؟ طب انا جعان يا عم، اعمل ايه طيب؟ لا يا ابا انا خايف يا عم، لحسن ممكن يكهربني علي نفسي موت. لا 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 ما تخاف يا عم، مسكت الفيشة ما حصلش حاجة. يعني اخش عادي يعني ما خافش؟ ما تخافش، مش هتعمل لك حاجة. يا عم ماشي، امر لله، هروح اجرب احط لك الفيشة واعمل لك اكل انت عايزه. يلا وده فوت كده هيتقلب وهيموت. مشغلوا البوتاجاز ده يا باشا، تلاقي عامل كالي دي.